في البداية كنشكر شوف تي في العالمية داخل البلاد وخارج البلاد، كنفتخر بهاد شوف تي في لأني أنا كنحبها مزيان، ولكن اللي جابني هنايا كنحس بالظلم يا اختي، بلي كانوا بكري المجلس السابق ظلموا المساكين وتغاو على المساكين، وفي انتخابات كيصوتوا في انتخابات كيصوتوا بالفلوس، كاين اللي كيفرح اختي كاين اللي كيفرح يكون عضو لاجل باش يبيع الصوت ديالو، كاين اللي يجيب جوج مقاعد ويصدق رئيس بالمادة، لأن احنا كنقولوا الحقيقة والحق لا يعلى عليه، والناس عارفين هادشي، عين حدود عارف هادشي، لأن الرئيس خدام، ولأن هادو ما بغيش يشتغلوا مع الرئيس. علاش ما بغيش يشتغلوا الرئيس؟ حين قال لك ما تولف عادة ما تقلع عادة منها تآدة، مكرفسين أختي مكرفسين، لأن البروتوكول تسينا أمام جلالة الملك في 2004 وغيروه وجمعوا طواو. المعاناة ديال الساكن أختي مكرفسين مكرفسين بزاف، الوليدات مكرفسين، لا شغل لا حتى حاجة، لأن قولون بلا وافيتلون. علاش قولون وافيتلون؟ لأنهم نهار دخلوا انتخابات أش قالوا لهم؟ قال لهم غادي نخدموكم غادي نديروا لكم غادي نعملوا لكم، جابوا وحدين من كونتخور خدموهم، والوليدات كيتشمكروا الوليدات كيتشمكروا لأنهم خرجوا عليهم ضاعوا كيتشمكوا، العين الدمع والقلب يتخشع، خرجوا لينا على الوليدات لأنهم أعطونا العهد وما خدموش، أدوا القسم وما خدموش مع الساكنة. جينا نتكلموا على الطرقان محفرين، الميزانية كتدخل ولا شيء، هالشي اللي كنقولك حقيقي والله فوق مني. احنا كنتكلموا البحر ممسخ كان يضبيه المثال زناتا يا زناتا، ودابا ولا البحر نقي، هالشي كان بكري. احنا كنقولوا الحقيقة والحق لا يعلى عليه، نهار الانتخابات كيف فضحونا غادي نديروا لكم غادي نعملوا لكم ولا شيء، 20 سنة تدخل الميزانية ولا شيء، أين الميزانية؟ أين المشاريع؟ هما يوكلوا ولادهم ويبرعوا بولادهم ويتكبصوا على وليدات الناس. بغيتهم أختي استقرار، بغيتهم تا هما يكونوا عندهم تا هما السكنة، بغيناهم كيما كيريبوا عليهم يهزوهم تمتم، ماشي يريبوا عليهم وبكيو الوليدات الصغار والكبار والشيوخ والنساء الحاملات ولا شفاقة ولا رحمة، وقول لهم سيو تكري. كاين اللي مترس على هلو وحبابه، كاين اللي مترس هاي بعض الغادي ندب مترس على هلو وحبابه، وكاين اللي ما عندوش السكنة، كاين اللي باع حوايجو وباقي الآن كاري، باش غادي يكري؟ باش غادي يكري يا عباد الله؟ وتقولي سيد كري، باش غادي يكري؟ هذه هي التكربيصة الخطيرة. رئيس الحكومة يشوف من حال هاد الدراوش، يشوف من حال هاد الناس، لأنه دخل عندنا وصل معانا وقاولنا بأن غادي يخدم هذه المنطقة، وحنا تيقين به، حنا تيقين به، ولكن يشوف من حالنا. داك الملف اللي عنده خاصو يتحل هاد الدراوش، باش يحسوا بانهم خوتهم يتهلاو فيهم. ونتمنى اختي لا شغل لا ملاعب الاحياء لا تحاجه تحاجه ما كاينه، 20 سنه داز قيمه عم راجل وولده، واش يتقبل في هذا الانسان؟ بغينا هاد العين حدوده تمشي للامام، وبغينا كما قاولنا كما البروتوكول سينا امام جلاله الملك وتغير، خاصنا نعرفوا شكون يغيروا، بغينا كلشي يسكن هنا.
لانه قالوا 9000 اسره اللي غادي تسكن هنا، غادي تسكن هنا، وهذيك 9000 اسره شكون يدير هاد بيتنا؟ هما اجي بالفلوس بالرشوة، اجي حط بالرشوة، تولت مضولة على ثلاثة الخطوات وفكها يا من توحدها. احنا ماشي احنا هاد الناس تنحبوا لهم الخير. انا غايور، انا مدوز النقابة 3 سنين اتحاد المغربي الشغل و 3 سنين اتحاد المغربي الشغالين و 20 سنة بعد كان المحجوب الصديق وعارف هادشي. غايور 18 سنة وجيت كبرت وغيور وما نبيعش ضميري، ولا بغيت ارجع ارجع، باغي هنا تنصفي هاد الدنيا، تنصفي هاد 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 الناس اللي خلاو على عين حدودة. ووليدي بغى يدعيني يدعيني، انا ما كنخافش خو من الله، هذا غادي نديو معانا. وكنشكرك اختي، وكنشكرك الاخ، وكنشكر شوف تيبي، الله يزي المسيرة تمشي للأمام، والحمد لله ولا إله إلا الله محمد رسول الله، خبيبة من لسان تقيلة من لسان. ونتمنوا الحب الجامع الناس، ونتمنوا هاد الناس يعطفوا على هاد الناس ويستافدوا هنا، ويكون الله خير في خير والسلام.